قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد عن قناة ميديا ديزاك. حسب عديد المصادر الإخبارية فقد تم اليوم تعيين وزير أولا للبلاد خلفا لصبري بوقادوم الذي تولى منصب الوزارة الأولى بالنيابة خلال الأيام القليلة الماضية بعد استقالة بدوي من منصبه. وجاء على هذه المصادر أنه عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت عبد العزيز جراد وزيرا أولا، ويعتبر عبد العزيز محلل سياسي وأستاذ بكلية العلوم السياسية، وكان جراد أمينا عاما لرئاسة خلال تولي رئيس الأسبق اليمين زروال رئاسة الجمهورية. إخوتي الكرام شاركونا أراءكم في التعليقات حول هذا التعيين، فاللهم احفظ بلادنا من كل سوء. سلام. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.